صباح الورد والفل والياسمين على كل متابعينا متابعين قناة جندي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. النهاردة هاخدكم في جولة داخل جنتي تتعرفوا فيها على نباتاتي، وكمان ندردش مع بعض عن كيفية اختيار التربة وعن طرق الري والإكسار والتسميد، وكمان هنتكلم عن النباتات الجديدة داخل الحديقة اللي احنا لسه شارينها من المشتل، ازاي نتعامل معاها وكيفية اختيار المكان المناسب ليها داخل الحديقة. اهلا بيكم مرة تانية. قبل ما نتعمق في الفيديو عايزة اقول لكم ليه اخترت اسم جنتي لقناتي. كل ما كنت ادخل من الباب اوصل لزهوري ونباتاتي كنت اتذكر قول الله عز وجل: ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة الا بالله. اول لما جه في بالي ان انا اعمل قناة وطبعا اخصصها للنباتات لاني عاشقة جدا وبحب جدا النباتات، قلت خلاص اسميها جنتي لانها فعلا جنتي. يلا بينا اخدكم في جولة وافرجكم على نباتاتي. اول نبتة هتقابلنا هي شجرة التكومة او الاقراص الذهبية. شجرة التكومة من النباتات الجميلة جدا المبهجة، زهرتها ليها جمال وكمان جاذبة للفراشات وجاذبة للنحل. شايفين الجمال؟ لها رائحة عطرية جميلة خفيفة جدا. دي انا كنت عاملاها عقلة من الشجرة الام، هوريها لكم اثناء الفيديو. هتشوفوا بعد كده هتلاقوا نبات اليوكا. نبات اليوكا من النباتات الجميلة جدا سهلة الاكسار، وبيطلقوا عليها ايضا رجل الفيل لان النبتة كل ما بتكبر الساق من اسفل بتتخن جدا، بتبقى شبيهة برجل الفيل عشان كده سموها رجل الفيل. هتلاقوا بعد كده معانا شجرة الياسمين. الياسمين الأحمر شجرة جميلة جدا، دي زرعيها أقل من سنة. هتلاقوا عندي في الجنينة أكتر من نبتة، حاطة 3 أو 4 منها. بصوا الجمال، دي أقل من سنة، شوفوا ماشية على السور ازاي، شايفين لغاية فين؟ دي طبعا اطارات توك توك، اللي يعرف التوك توك هيفهم انا بتكلم عن ايه. توك توك ده وسيله نقل بسيطه موجوده عندنا في مصر. اخدت الاطارات ودهنتها وحطيتها بالشكل ده، وده هعرفكم عليه بالتفصيل دلوقتي، بس لما تعالوا نتعرف على باقي الحديقه. طبعا المكحله هتلاقوا المكحله عندي منها 3 انواع ب3 الوان مختلفه. المكحلة من النباتات الجميلة جدا السهلة في الإكسار والسريعة، بتملى حطيته عقلة هتملى لكم الدنيا كلها. وممكن نزين بيها المكان بأكتر من شكل، ممكن نعملها معلقة لأنها بتاخد شكل متهدل، أو ممكن نخليها متسلقة لو حطينا لها دعامة هتسرح عليها عادي وتمشي. شايفين الجمال؟ ده اللون الجميل منها، اللون البنفسج بعشقه، ولكن عيبه الوحيد إن جذوره بتستحوذ على المكان وبتمنع اي نبتة تانية تشترك معاها في القصيص، بتخنقها بتموت معاها. هتيجي معانا نبتة الخبيزة الفرنجي، الحديث منها او المستحدث منها اسمه الجيرونيوم. الجيرونيوم مستو ان هو قليل الارتفاع وله الوان كتيرة جدا متعددة، من احمر اصفر موف بامبي، كله موجود عندي في الجنينة هفرجكم عليها، ولكن للأسف لم يظهر لأن لسه الربيع جاي فهتلاقوه مليان. لما أول ما يظهر بإذن الله هفرجكم عليه. ده اللون الأحمر، الخبيزة الفرنجي هو النوع منها وحيد أحمر، بيتميز إن هو بينتشر بسرعة جدا، بيتحمل الحرارة، ممكن يصل في الارتفاع لمتر ومتر ونص. ده أنا كده عاملة له تقليم كمان. هتلاقوا طبعا جلد النمر عندي مال الجنينة كلها، عندي منه نوعين، اللون الأخضر واللون الأخضر وعلى أطرافه الأصفر. من النباتات الجميلة جدا اللي بتتكاثر من الورقة، عندي في الجنينة 4 نباتات بيتكسروا من الورقة: الأمازون وجلد التعبان
وعندي الكلانشو والبوتس، كلهم ممكن نعمل لهم اكسار من الورق. نباتات جميلة جدا وسهلة، وتمشي النبات داخلي وخارجي، داخلي وخارجي. لكن لو هنحطه في الخارج في الحديقة من الخارج، يبقى الأفضل إن احنا نحطه في منطقة شبه ظليلة. أنا هنا حطها تحت الأشجار، فالشمس مش بتوصلها مباشرة. والله حتى بتتأقلم مع الشمس المباشرة وبتعيش برضه، ما بيهمهاش. مقاومة، مقاومة للعطش، مقاومة لتقلبات الجو، يعني جميلة. طبعا النبات الجميل ده كلنا عارفينه، نبات السجادة من أجمل النباتات وأسهلها. السجادة لها أنواع عديدة جدا، أنا عندي منها النوع ده، وفي نوع تاني جبته من المشتل هفرقه عليه. لها أنواع عديدة جدا، لكن النوع ده بيتحمل الحرارة، وجميل إنه بينتشر بسرعة. أنا عملت منه متسلقة طولها حوالي متر أو متر ونص، بصوا، ولسه كمان هتكبر أكتر من كده. أنا كنت لسه عاملة لها تقليد، بصوا الجمال، وحط لها خشب اهو يعني، وماشي عليها زي الفل. ممكن انتوا طبعا تستبدلوا الخشب بدعامة، شايفين الجمال؟ ولسه كمان كل ما يدخل الربيع هتحلو اكتر واكتر. نبات السجادة من النباتات الجميلة، الوان جميلة ومتداخلة، الوان صريحة، الوان، بصوا الجمال، بحبها جدا. هتلاقوا الخبيزة الفرنجي، هتلاقوني زرعاها على مسافات لأني بحبها جدا، بحب زهرتها. زهرتها ليها ريحة عطرية بسيطة، وحتى ورقتها جميلة جدا، وليها بعض الاستخدامات الطبية. ادخلوا على القناة هتتعرفوا كل نبتة بتكلم عن طريقة الري والإكسار والتسميد واستخداماتها الطبية واستخداماتها اليومية، وليها كمان استخدامات في الصناعة بتكلم عنها. يعني بجيب، بحاول اجيب لكم النبتة وكل المعلومات اللي حواليها. طبعا نبات مسك الليل، بصوا في ازهار اهو، مسك الليل معروف طبعا بريحته الفواحة الجميلة، ولكن بتبدأ مع غروب الشمس. المرايا وجمال المرايا، المرايا وزهرة المرايا، زهور لم تتفتح، وكمان بذور. اللي محتاج بذور يقول لي وانا ابعت له بذور كتير اهي من نبتة المرايا. المرايا وجمال المرايا، شايفين المرايا دي ميزتها انها بتجمع 3 عطور في بعض، الليمون والبرتقال والفل، بتنافس الزهور التانية. ريحتها فواحة وعطرية وجميلة جدا جدا. الوينكا، عند الوينكا ب3 ألوان هفرقكم عليها دلوقتي، وهتلاقوها منتشرة في كل الجنينة. الوينكا دي من جمالها انها لما تنتشر في مكان بتمد بقى، انت بتزرعيها مرة واحدة ولا انتوا بتزرعوها مرة واحدة وتسيبوا لها الجو، هي بتملى لكم الدنيا كلها من نبات الوينكا الجميل. عندنا هنا شجرتين جمال، شجرة الياسمين الهندي، عندي منها 3 ألوان، اللون البامبي اللي احنا شايفينه ده، وفي اللون الابيض واللون الاحمر. اقصد بلونها لون الزهره، لكن هي دلوقتي مش مزهره، بتزهر في فصل الصيف، قليل جدا لما تلاقوها مزهره دلوقتي، دي لسه صغيره بتاخد بالنمو اهي. ودي ليها قصه، انا كل ما اروح مكان ويعجبني فيه نبات باخد منه عقله وازرع. ممكن انتوا كمان تعملوا كده، اي مكان بلاقي فيه نبات عجبني بسمي الله واخد عقله واجي ازرعها. من النباتات السهلة جدا البسيطة، التكاثر بالعقل فيها سهلة جدا ولا أسهل من كده. زهرتها ليها ريحة عطرية جميلة جدا. النبات اللي هلاقيه في الحديقة غير مزهر، هسيب لكم صورة الزهرة على جنب علشان تتعرفوا عليها. شايفين الجمال؟ إن شاء الله على الصيف الجاي هتبقى كبيرة وهتزهر. شوكة المسيح، شوكة المسيح لسه هي دي بقى في الربيع بتدي زهور جميلة، وزهورها بتستمر أكتر من شهر. عندي منها 3 ألوان برضو، اللون الأحمر والأصفر والبمبي، هنشوفهم مع بعض دلوقتي. الياسمين الاسطنبولي، الياسمين الاسطنبولي اهي، براعم اهي، هتطلع زهرة
لسه نقليها من المزهرية للأرض، فهتاخد لها وقت شوية على ما تشد حيلها. النبات يا جماعة زي الإنسان بيتأقلم على المكان، بياخد فترة على ما يتأقلم على المكان، زينا كده لما نتنقل من مكان لمكان تاني بناخد فترة على ما نتأقلم ونتعرف عليه. شايفين هتلاقوا إن نبات السجادة أنا فرشاه في كل مكان، باخد عقلة بس وأزرعها وأسمي الله وهو الجمال. أهو نباتنا الجميل قطر الندى كان مكتسح الحديقة عندي، كان مكتسحها بمعنى مكتسحها، عملت له تقليم أهو ولسه هيبدأ من جديد يطلع النبات. التكومة أنا نشرة منها عقل في كل مكان، نبتة جميلة جدا وسهلة وبأمر الله مفيش عقلة بتبوظ. شايفين الجمال؟ هتلاقوا النباتات معظمها بيتكرر لأني بنقل. الياسمينة دي لسه عاملة العقلة من 4 شهور، جميل الياسمين الأحمر أنصحكم بيه. ده اسمه قدم الماعز، نبات جميل جدا بيشبه نبات ست الحسن، متسلق وله زهرة بنفسج، ولكن هو بيحب الصيف جدا فنموه بيبقى سريع جدا في الصيف، بس هو ماشي حاله دلوقتي اهو يعني. طبعا ورد الصباح، ورد الصباح كان عندي حكاية في فصل الصيف، كان جميل جدا، هسيب لكم صوره، ولكن هو دلوقتي هيبقى في حالة ركود لأنه من النباتات المحبة لضوء الشمس وحرارة الشمس، كل ما اتعرض للشمس أكتر كل ما ادان زهور ملت الدنيا كلها. هو محب للحرارة، محب للضوء، محب للشمس، لا يصلح للزراعة الداخلية. نقابلنا اللون التاني الوينكا الأبيض، الهيباسكس، الهيباسكس اللي بعشقها، لسه زهورها اهي هتفتح. هي عيبها ان زهرتها ما بتدومش كتير، ولكن جمالها انها بتعطي زهور باستمرار. الهيباسكس دي لونها الاورنج، جنبها على طول الهيباسكس الاصفر اهو، والهيباسكس البينك، وهناك الهيباسكس الاحمر. بصوا هتلاقوني مالية الدنيا هيباسكس لأني بحب الهيباسكس، هتلاقوا هيباسكس بحبه جدا، كل شوية بعقل وازرع منه بأمر الله، مفيش شتلة بأمر الله، طالما بنتبع الخطوات صح بإذن الله كله هيمشي. دم العاشق وجمال دم العاشق، تعالوا هوريكم دم العاشق. بص دم العاشق بيختلف لونه حسب تعرضه لضوء الشمس او للضوء عامة. هوريكم واحدة تانية عندي في الحديقة هنا لونها احمر، شوفي دي لونها جميل ازاي، متدرجة الوان البينك مع اللون الاخضر، الوان سبحان الخالق العظيم. اجمل حاجة في النبات يا جماعة التفكر، انه بيساعد الانسان على التفكر، كل ما يبص كده يبدأ ويفضل يذكر الله عز وجل، سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة الا بالله. الوينكة البيضة، شايفين جمال الوينكة البيضة؟ يا سلام. بصوا هوريكم وينكة هنا اللون البنفسج، في منها اتنين، البنفسج ده اللي جواه نقطة حمراء، والبنفسج اللي جواه نقطة بيضة. ده شاب الليل، شاب الليل ده أو زهرة الساعة الرابعة، بتفتح الساعة 4 العصر، عندي منها 4 ألوان جميلة جدا. طبعا أم كلثوم الجميلة الملكة بتملى الدنيا زهور، ده البذور، بصوا ده البذر بتاعها اهو، هي من النباتات السامة جدا، حذروا منها لو عندكم عشان الأطفال، الأطفال بيحبوا جدا الزهرة دي، ممكن ياخدوها يحطوها في ايدهم في بقهم ياكلوها يعني، فخلي بالكم لأنها نبات سام جدا. شايفين الوينكة؟ الوينكة مالية الدنيا ازاي، وشاب الليل بذورهم لما تقع بتملى لكم الدنيا. شايفين؟ شايفين الجمال؟ الوينكة اكسرها من البذور سهل جدا اهو، القرن ده شايفين، شايفين القرن ده، القرن ده بيحتوي على البذور، بتنشف على الشجرة او بتجف على الشجرة، بعد كده بناخدها بنزرع منها. طب لو احنا مش شلناها بيحصل ايه؟ هي بتتفرد في الارض وتملى الدنيا زرع وتملى الدنيا وينكة. شاب الليل لسه مفتحش، ده لون اصفر، جميلة جدا. شاب الليل لها ريحة عطرية بسيطة ولكنها جميلة. تعالوا كده جلد النمر، هتلاقوه برضو مكتسح عند الدنيا،
بأشكاله في الأرض وفي المزهرية. ده أنا كنت عاملة له إكسار من الورقة. الناس اللي بيقولوا بتعفن عندهم ما بتعفنش. نبات جلد النمر من النباتات الغير محبة للماء. فصل الصيف يروى مرة كل 15 يوم، في فصل الشتاء مرة كل 20 أو كل شهر. من النباتات يعني السهلة ولا محتاج أي حاجة. راجل محترم بتحطه في ركن كده ومع نفسه عايش، بيطلع زهرة جميلة جدا. أنا كنت صورتها لكم على القناة. زهرته جميلة جدا، شوكة المسيح اللون الأصفر. شوكة المسيح اللون ده بيتحول للأحمر، ده بيتحول أحمر. شوكة المسيح باللون البينك، شايفين الجمال؟ دول انا اشتريتهم من معرض الزهور اللي فات ده شهر 3. تعالوا بس نرجع كده تاني. ده اسمه بوكيه ورد، بيطلع كده صحبة زي ما انتوا شايفين كده، صحبة من الورد اكتر من 15 او 20 زهرة في عود واحد، بيفتحوا مع بعض بيبقى شكلهم جميل، عشان كده اطلقوا عليهم بوكيه الورد. بوكيه الورد. الكنة الهندية وجمال الكنة الهندية، شايفين الجمال؟ بالله في جمال كده، زهرة شامخة كده واقفة كده، ويعني ايه ليها ذاتها وكيانها. شايفين؟ شايفين اختلاط الألوان وجمال الألوان. بصوا للورقة، سبحان الله. بالله مش بتلاقوا نفسك بتقولوا سبحان الله؟ الكلمة بتطلع لوحدها كده، سبحان الله، التفكر في خلق الله، الله أكبر. بصوا الياسمين الهندي اهو، شايفين في زهرة اهي، شايفينها بتطلع بشكل بوكيه او صحبة في وسط الورق كده. هي هتبدأ في فصل الربيع والشتاء، هي هتسقط كل ورقها زي ما انتوا شايفين كده، كل ورقها هيقع، هتبقى عود فاضي من غير ولا ورقة. يجي عليها بداية تيجي عليها بعد كده الصيف، تلاقوا كل أوراقها بدأت تطلع تاني. ده ورد ولكنه ليس بيطري، هو شكل الورد الجوري ولكن ملوش ريحة. ده الياسمين العراقي، بحبه جدا، لسه زرعاه من كام شهر. الياسمين العراقي زهرته جميلة جدا، تبقى زهرة مجوز لونها أصفر وأبيض، ريحته فواحة جدا وجميلة. لكن طبعا هيحصل له سكون عشان فصل الشتاء، وهيبدأ في الإزهار إن شاء الله في الربيع والصيف. ده جلد النمر النوع التاني منه، شايفين الجمال؟ دي زهرة البنتاس، شايفين جمالها؟ برضو اشتريتها من معرض الزهور. شايفين جمال البنتاس او الزهرة النجمية او النجمة المصرية؟ نجمة المصرية جاذبة جدا للفراشات، لان الفراشات بيحبوا ريحتها، بيتجمعوا عليها. وردتها زي ما انتم شايفين كده صحبة جميلة جدا، سبحان الله. شايفين الجمال؟ شكلها حلو قوي. ده جيرونيوم باللون البينك، ربنا يعينه ويطلع طالع معاه حبة جرجيرهم. وده جيرونيوم اللون الموف، ان شاء الله اول ما يطلعوا زهرة هفرجكم عليها. بتونيا الصحراء، يا ريتها كانت مزهرة دلوقتي. بصوا كانت مزهرة كتير جدا، اصبحت بعد كده بذور. القرن ده بيحتوي على البذور، لما ينشف بيتفتح لوحده ويملى الارض. جميل جدا لما ترش عليه الميه تسمعوا صوت تكه البذره، تك كده، تبقى جميله جدا، ليها نغمه حلوه قوي. نبات الدفله، ده اللون الابيض منه، وده النبات اللون الاحمر. نبات الدفله جميل جدا، له ريحه عطريه بسيطه، ولكنه من النباتات السامه، نخلي بالنا من النباتات السامه. نبات الدفلة. تعالوا هنقف هنا شوية في وسط الزهور الجميلة دي، ونتكلم عن بعض النصايح للنبات. أول حاجة التسميد، أنا بحب التسميد جدا من المطبخ. يعني إيه تسميد من المطبخ؟ يعني السماد الطبيعي. السماد الطبيعي هسيب لكم في صندوق الوصف مجموعة من الأسمدة الطبيعية عملناها مع بعض في القناة، من مخلفات وبقايا المطبخ اللي هنرميها. بدل ما نرميها هنحافظ على البيئة ونستغلها، هنعمل منها أسمدة طبيعية.
سواء قشور الموز، وفي حلقة مخصوصة عن قشور الموز، كل فوائد قشور الموز موجودة فيها، سواء استخدامها الصحي، استخدامها في المنزل، في تنظيف الأواني، الجلود خاصة الأحذية، فايدتها للصحة، تنظيم الكوليسترول، علاج السكري. قشر الموز يا جماعة ده كنز، حكاية ما يترميش. علشان ما اطولش عليكم انتظروني في الجزء التاني، هنكمل مع بعض باقي جنتي وباقي نباتاتي. يا رب اكون قدرت اوصل لكم ولو معلومة بسيطة وتكونوا استمتعتوا معايا داخل جنتي. مع السلامة.